نشرة أخبار الثامنة من يو تي في وهذه عناوينها. مجلس الوزراء يستعين بشركة دولية كبرى لتدقيق الضمانات الضريبية والجمركية، ويوصي البرلمان بسحب خدمة العلم وقائمة السفراء. الحكومة تحاول تخليص خطواتها من تركة الماضي. السودانية تحرك لتحرير المشاريع من الفشل والفساد واستعادة ثقة الشارع على رأس مهماته. يو تي في تنقل شهادة حسن أسود، حارس في صناعة كركوك اعتقل وتعرض ل37 يوما من التعذيب وغادر السجن بلا أصابع. نجفي يوثق عبر كاميرات المراقبة سرقة منزله على يد قوة أمنية تبحث عن مطلوب، ووساطة لإقناعه بالتنازل عن الشكوى مقابل مبلغ مادي. نحو 1 مليون عراقي بلا أوراق ثبوتية، دوائر رسمية تحرم النازحين من المستمسكات، ومساعي حكومية لإصلاح ما أفسده الإرهاب والحرب. قبل ساعات من الآن انتهت جلسة مجلس الوزراء الرابعة بحزمة من القرارات والتوصيات، ومن أبرزها تخويل مكتب رئيس الحكومة صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى لتدقيق الضمانات الضريبية والجمركية بعد سرقة تريليونات الدنانير من أمانات الهيئة العامة للضرائب. الجلسة الوزارية قدمت 9 توصيات إلى مجلس النواب، تتضمن سحب مشاريع قوانين بينها خدمة العلم والخدمة المدنية الاتحادي فضلا عن قائمة السفراء. يأتي هذا وسط مساعي الحكومة لتخليص خطواتها من تركة الماضي الثقيلة وتحرك رئيسها محمد الشيع السوداني لتحرير المشاريع الخدمية والاستراتيجية من الفشل والفساد واستعادة ثقة الشارع بالنظام الحاكم. وافق مجلس الوزراء على الاستعانة بإحدى الشركات الدولية الكبرى لتدقيق الضمانات الضريبية والجمركية. مجلس الوزراء وفي جلسته الرابعة برئاسة محمد الشيع السوداني خول مكتب رئيس المجلس صلاحية التعاقد مع إحدى شركات التدقيق الدولية الكبرى، وذلك على خلفية تداعيات سرقة تريليونات الدنانير من أمانات هيئة الضرائب العامة. وشهدت الجلسة الحكومية تقديم 9 توصيات إلى البرلمان، تضمنت سحب 7 مشاريع للقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها خدمة العلم والخدمة المدنية فضلا عن سحب قائمة السفراء. تركة ثقيلة يحاول فريق السوداني التخلص منها بخطوات ميدانية تحاول استعادة ثقة الشارع بالنظام الحاكم بعد فقدانها عبر تراكم الفشل والفساد منذ 2003 وصولا إلى حكومة التصريف. مهمات ثقيلة يحملها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لتحقيق أهداف رسمها منذ اليوم الأول لتوليه المنصب، وعلى رأس قائمة المهمات إعادة ثقة الشارع بالحكومة وإجراءاتها الإصلاحية بعد فقدان الثقة بالنظام الحاكم عبر تراكم الأخطاء والكوارث الأمنية والاقتصادية منذ 2003 وصولا إلى حكومة التصريف. تراكمات السنوات الماضية كلها اليوم هو مطلوب من عنده يصحح. أنا شخصيا ما أطلب من سيد السوداني يصحح كل أخطاء الماضي، لكن المطالب يجب أن يوقف الفساد، يجب أن يقدم الخدمات، ويجب أن يكون لديه أولويات. تحسين الخدمات محور بارز في المنهاج الوزاري. ابتدأ السوداني بتشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي لتغيير الواقع المتردي في المناطق الأكثر تضررا، لكن الخراب يخيم على البنى التحتية والفوقية، فالطرق والطاقة والتعليم والنظام الصحي أمثلة على قطاعات ضربها الفشل والفساد لنحو عقدين في ظل اعتماد على اقتصاد الريعي. تحديات بحاجة إلى خطط عاجلة وبعيدة المدى وسط تفاؤل بقدرة السودان على تنفيذها، وخصوصا في المناطق المحررة لإنهاء معاناة سكان ذاقوا ويلات الإرهاب والحرب وقرارات تخدم كارتلات الفساد.
رؤية لديه، رؤية بتقديم الخدمة والعون لأبناء الشعب العراقي والمحافظات المحررة. توجهه هو تقديم الخدمة في لكافة أبناء الشعب العراقي، إعمار المحافظات، التقليل من الروتين، ومن ضمنها كما تعلمون موضوع التصاريح الأمنية، وهناك معوقات كثيرة سوف تكون لرئيس الوزراء بصمة في هذا المجال. وقد تسهل الوفرة المالية المتحققة تنفيذ المشاريع التصحيحية إذا ما أدرجت في موازنة تسابق الحكومة الزمن لإيصالها إلى البرلمان وإقرارها بسرعة. من بغداد، علي أسد، UTV. أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنغالي عدم وجود أي تواصل مع الاتحاد الوطني للتفاهم حول الوزارتين الشاغرتين، مشيرا في تصريح UTV إلى استمرار الخلافات بشأن من يتولى حقيبتي الإعمار والبيئة. يعني في الواقع لحد الآن ليس هناك أي تواصل بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني للتفاهم حول توزيع هذه الوزارات. نحن نرى بأنهم أخذوا رئيس الجمهورية فحصتهم وزارة واحدة، أخذوا وزارة العدل، نحن حصدنا ثلاث وزارات لأن رئيس الجمهورية من الاتحاد الوطني، وهذا واضح بأنه أحد مؤسسي الاتحاد الوطني. ومع ذلك ننتظر خلال الأيام المقبلة أن يكون هناك حوار بين الحزبين الرئيسيين، لأن حقيقة هم يشتركان في إدارة الإقليم، وأيضا هما شريكين الأساسيين في إدارة الحكومة في بغداد. ولكن مع الأسف الشديد الاتحاد الوطني تقريبا ليس هناك معه أي حوار في الفترة الحالية، وبالتأكيد إذا لا يوجد حوار لن نصل إلى حل. وأيضا السيد محمد الشياع السوداني عليه أن يستعجل بإكمال كابينة الحكومية بالتفاهم مع الطرفين للوصول إلى حل. لمزيد من التفاصيل حول جلسة مجلس الوزراء الرابعة ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. دكتور غازي، أهلا بك. إذن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالاستعانة بشركة دولية كبرى لتدقيق أموال الضمانات الضريبية والجمركية، وطبعا هذا أتى بعد فضيحة سرقة التريليونات، كيف تابعت هذا القرار؟ نعم، أتفق تماما مع هذا القرار، لأن لابد من الاعتماد على هذه الشركات الدولية للتشارتر اللي موجودة في بريطانيا وموجودة في أوروبا، وهذه الشركات مختصة في التدقيق الحسابي ليس فقط للجمارك وللقضايا الضريبية، بل هي تدقق حسابات البنوك المختلفة. وأنا أعتقد من الضروري اليوم لكشف الفساد المالي تدقيق حسابات المصارف والبنوك الأهلية والحكومية. أيضا الشركات، وزارة النفط، وزارة الصحة، وزارة التجارة، كل هذه الوزارات التي لديها انفاق كبير ومدخلات مالية خلال 20 عام، هذه كلها تخضع للتدقيق. وعبر التدقيق الحسابي هذا يتم الكشف عن الفساد المالي، بمعنى هناك input وoutput، وتدقيق هذه الحسابات عبر هذه القاعدة نذهب إلى كشف الفساد وكشف الأخطاء المرتكبة وغيرها من التفاصيل الخطيرة. وأعتقد أيضا سبق أن الدكتور العبادي عندما تبنى وضع استراتيجية لمواجهة الفساد المالي اعتمد على مجموعة من الشركات كما أشار في أحاديثه، لكن مع الأسف الاستراتيجية تبخرت والرجل لم يستطع الذهاب مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء في 2018. إذن الحل الوحيد الجذري هو الذهاب إلى هذه الشركات ذات الخبرة، محايدة، متخصصة، هذه ليست طرفا في الفساد المالي العراقي، وبالتالي ستقدم النتائج التدقيق الحسابي لمختلف مؤسسات الدولة. يعني مثلا الكهرباء اليوم، نعم هناك 80 مليار دولار فساد في الكهرباء، لكن ممكن الشركة تكشف حقائق أخرى، آليات أخرى بالنسبة للمشاريع الإسكان. عندنا 176 مليار دولار تم بعثرتها لإنشاء 6000 مشروع خدمي وغيرها من التفاصيل الخطيرة. إذن هذا الخيار خيار مهم جدا. ما تمخض أيضا عن جلسة مجلس الوزراء عدد من التوصيات مرسلة إلى البرلمان، ومنها توصية سحب مشاريع وتعديلات لبعض القوانين، ومن هذه القوانين خدمة العلم
الخدمة المدنية الاتحادية. لماذا برأيك هذه الرسائل إلى البرلمان بسحب هذه المشاريع؟ طبعا من حق مجلس الوزراء، لأنه هو أيضا ممكن يكون طرف في تقديم المشاريع، مشاريع القوانين إلى مجلس النواب. ومن حق اليوم إذا كانت هناك مشاريع مرفوعة إلى مجلس النواب من قبل الوزارة السابقة وزارة السيد الكاظمي، وتعتقد اليوم الوزارة الحالية ومجلس الوزراء الحالي أن هذه المشاريع غير مجدية أو ممكن إجراء تعديلات جوهرية على فلسفة هذه المشاريع. لكل مشروع للقوانين فلسفة، فإذا كان هناك رؤية أو فلسفة أخرى مختلفة عن ما موجود في هذه المشاريع المرفوعة سابقا، إذا من حق مجلس الوزراء أن يستعيد هذه المشاريع لإعادة النظر بموادها، بسياستها، بفلسفتها، بحاجة البلد إلى تشريعها يعني. فالتدقيق والمراجعة أنا أعتقد مسألة جدا مهمة، طيب، بغض النظر عن معرفتنا بكل التفاصيل. نعم، الكثير يؤكد بأن أمام حكومة السودانية تركة ثقيلة في المرحلة المقبلة. حضرتك كيف تقيم الأداء الحكومي بأسبوعها الرابع، وخصوصا هناك محاولات التخلص من الفساد؟ نعم، يعني ابتداء يعني وكما أشار الجميع ويشير الجميع، بدون مواجهة الفساد المالي وتصفية هذا الفساد المالي الموجود في مختلف المؤسسات، مؤسسات الدولة العراقية سواء في على صعيد التشريع، التنفيذ، القضاء أو غيرها، أيا كان هذا الفساد، بدون تصفية هذا الفساد لا يمكن تحقيق تنمية، وبدون تصفية الفساد وعدم تحقيق برامج أو مشاريع استراتيجية للتنمية الصناعية والتنمية الزراعية والتنمية الخدمات، لا يمكن لمجلس الوزراء أن يحقق أهدافه الاستراتيجية الموجودة في برنامج الحكومة على الإطلاق. إذن هذه الخطوة الأساسية للذهاب إلى تصفية بؤر الفساد المالي ممكن تمهد لإنجاح مجلس الوزراء الحالي لتحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، لكن من المؤكد أنه لن يستطيع تحقيق كل هذه الأهداف الاستراتيجية الشاملة. اليوم والبلد يعاني من مشكلات كبرى في مجال الصناعة، هناك 50,000 مصنع، في مجال الزراعة نستورد 92% من غذائنا، البطالة 16 مليون إنسان، الفقر المدقع 11 مليون إنسان، المدن العشوائية، الأيتام 6 ملايين، الأرامل، الأمية، العراق يحتاج إلى 11,000 مدرسة، يحتاج إلى مستشفيات، طرق، جسور، وكل طيب. هذا لا يمكن أن يتم إنجازه بسنة أو 6 أشهر. بالتأكيد يتطلب تبني استراتيجية شاملة تقضي على الفساد، وفي نفس الوقت يذهب إلى استراتيجية للتنمية الصناعية والزراعية والخدمات. دكتور غازي، دعني أنتقل إلى إشكالية إكمال الوزارات الشاغرة. إلى الآن وفي أخبارنا ذكرنا بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد بأنه لم يتواصل مع الاتحاد الوطني لشغل الوزارتين الشاغرتين، هل راح يتوصلون فعلا إلى التوصل إلى اتفاق بينهما؟ يعني نحن أمام مشكلة في الواقع تنظيمية، مشكلة في العلاقات اليوم مع الأسف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. يعني يجب العمل بصورة جدية عبر مفاوضات بناءة لحل هذا الإشكال. يعني السيد رئيس الجمهورية اليوم نعم هو من الاتحاد الوطني، لكن في نفس الوقت قدم نفسه مستقل. أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني سحب ترشيح ريبر، ولا يعتبر أن السيد رئيس الجمهورية هو مرشح للحزب الديمقراطي الكردستاني، بل مرشح للاتحاد الوطني، لأنه في الأساس ضمن قيادات الاتحاد الوطني على الرغم أنه قدم نفسه مستقل. إذن هناك إشكالية معروفة للجميع تجاه هذه المسألة، وعلى الجميع إيجاد حلول. يعني مسألة الثلاث وزارات وهنا وزارة ورئيس، يعني خلي يتفق أو ليتفق قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على إعادة النظر في توزيع هذه الحصص الوزارية بما ينسجم مع وجود رئيس الجمهورية محسوب على الاتحاد الوطني. يعني لكن هو نوع من التلاعب بالألفاظ أدى إلى هذه الأزمة، وأنا أعتقد ممكن
للسيد مسعود برزاني وطالباني الوصول إلى اتفاق وحسم هذه المسألة، وهي لن تغير شيء في دور الأحزاب الكردية في التنمية والأمن والاستقرار ودورهم على صعيد الحياة السياسية بغض النظر عن المواقع الوزارية. نعم. عبر تطبيق سكايب من عمان الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا. أخبار تي في مستمرة، وانتقل الآن إلى الزميلة آية. إليك آية. شكرا لك ناطق، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلعا في صالة المغادرة داخل مطار بغداد الدولي. بيان لمديرية الدفاع ذكر أن الحريق حدث داخل كافتيريا صالة المغادرة، مشيرا إلى إسعاف 3 عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان. هذا وأفادت سلطة الطيران المدني بأن الرحلات لم تتأثر بهذا الحريق. في غضون ذلك أعلنت مديرية الدفاع المدني انتهاء فرقها التخصصية من عمليات البحث عن المفقودين في حريق مخزن العطور بالوزيرية وسط بغداد. وأفاد بيان للمديرية بأن فرقها واصلت العمل بإشراف أكفأ ضباطها عبر مدة جاوزت 9 أيام متواصلة ليلا ونهار، وهي تعد الأطول في تاريخ عملياتها لإخماد الحرائق والبحث عن الضحايا. وأسفرت العمليات على انتشال 3 جثث فقط من موقع الحادث الأليم وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في بغداد، مشيرة إلى أن الفرق لم تتمكن من العثور على بقية المفقودين. بعدما وقع ضحية للتعذيب والتشويه الجسدي، شغلت قصة حسن أسود في كركوك الرأي العام، ودفعت رئيس الوزراء محمد شيع السوداني إلى التدخل والتوجيه أيضا بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة وإنصاف الضحية. بسبب مشادة كلامية بينه وبين منتسب في الشرطة الاتحادية في كركوك، اعتقل حسن مدة 37 يوما تعرض خلالها لتعذيب جسدي كما روى لنا، نتج عنه تشويه يديه وخسارته عددا من الأصابع. كنت حارس بالحي الصناعي، جاء واحد يقول أنا بالحشد راح تكسر محل ومنعته وخلته يكسر المحل، فأخذها اسمي وراح. يعني من راح وراء 7 أيام 5 أيام هيك جو احتقلوني. كنت تعرض لتعذيب، أنواع التعذيب، من خنق إلى كهرباء إلى تعليق، كل الأنواع التعذيب اللي هم يستخدمونها. قبل الاعتقال كان حسن يعمل حارسا في المعامل الصناعية بكركوك، لكن قصة تعذيبه المؤلمة حظيت بتفاعل شعبي ونيابي بعد انتشارها وتحولها إلى قضية رأي عام، ما دفع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة وإنصاف الضحية. أناشد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني المحترم بأن ينظر بقضيته، جهاله بشغلته، وان شاء الله يعني يبلغ هذا الضباط المحققين يبطلون عن هذا الناس، لانه دمروا الناس الاف المؤلفه هسه مثله ومن امثاله، وهي بس سجون مسقطه وجاعده ومحكومه وظلم. لم تصدر الجهات الامنيه المعنيه اي تعليق ولا حتى رد على الاتهامات الموجهه اليها، صمت اثار استهجان ناشطين ومدونين من مختلف المحافظات العراقيه لانصاف حسن ومحاسبه الجنات. الوشاية والاعتقال التعسفي من دون مذكرات قبض ثم التعذيب والتشويه في الدوائر التحقيقية، سيناريو يتكرر في العراق منذ عقود بحسب منظمات حقوقية دولية ومحلية، فيما تبقى العيون شاخصة تجاه الإجراءات الحكومية لإنهاء هذه المشكلة بعد تدخل السوداني لإنصاف حسن وأمثاله من الضحايا.
وما أكثرهم. من كركوك محمد سالم، يو تي في. في حادثة غريبة من نوعها، فوجئ أحد المواطنين في النجف بفقدان نحو 16 مليون دينار وكمية من المجوهرات إثر اقتحام قوة أمنية منزله بغيابه بحجة البحث عن مطلوب للقضاء. تبدأ القصة من عودة جلال مع زوجته وأطفاله بعد انتهاء وقت دوامهم الرسمي في دائرة صحة النجف إلى منزلهم في حي السلام وسط المدينة، ليفاجأ بكسر أقفال أبواب منزله واختفاء ما يقرب من 16 مليون دينار وكمية من المجوهرات. فذهب ليسأل الجيران ويتابع كاميرات المراقبة ليكتشف أن قوة أمنية رسمية دخلت المنزل بغيابه للبحث عن شخص مطلوب للقضاء. أنا عندي مبلغ 16 مليون، زين البيت استوني بايعة، زين وهذا المبلغ محضرة يعني بين أشياء أريد أشتريها، بين أبو البيت يطلبني، زين فصعدت من صعدت لفوق باوعت انه غراض اضافه انه انا مجمع فردشه، المبلغ ما هو اثار اقدام، صورت انه سارق الموضوع. زين واذا نزلت للجيران اريد اسال يابا انا سرقت شو اسمه، قالوا يابا سيد اكو فد اشخاص جوي من قوه من مكافحه مكتب مكافحه الكرار وياهم المختار، بلغناهم انه الموضوع هذا البيت تابع السيد جمال، قالوا لا اكو شخص غيره قاعد. يو تي في تابعت الموضوع مع قيادة شرطة النجف التي أكدت أن الحادثة قيد التحقيق في مديرية شؤون الداخلية، مشيرة إلى أن أوامر استقدام صدرت بحق القوة المنفذة للاقتحام، فيما يؤكد المواطن أن القوة أرسلت وساطة للتنازل عن الشكوى مقابل مبلغ من المال. الموضوع ما اتهمتكم عبثا، اكو كاميرات وثقت دخولكم البيت غلط، انا هذا الشيء احترم القانون وما عندي كل اعتراض، بس التجاوز اللي صار انا عندي عليه اعتراض، انت جاي مثلا تدور على شخص بالاشتباه وبامر قضائي ما عندي، واذا انت مبعثر الغراض واذا انت متجاوز وسارق حقيقه يعني متاذين انا وعائلتي، لان هذا المبلغ اللي جايبه عباره عن مبلغ تابع لبيتي مال بيع بيتي، زين واذا هم يتفاوضون على مبلغ اقل من نص شو اسمه. من اللي يتفاوض وياك؟ يعني اكو شخص طرف ثالث يريد مبلغ 6 ملايين بعدين 7 ملايين وزين مقابل انه اتنازل. في جميع بلدان العالم قد تحدث اخطاء ترافق عمل اجهزة الدولة، لكن وقوع قوة أمنية بشبهة انعدام الأمانة يعني أن ما حدث في النجف لا يحتسب بين الأخطاء، لكنه من أسوأ الخطايا. من النجف حسام الكعبي، يو تي في. في البصرة وبتزامن مع استعدادات استضافة بطولة خليج 25، تضع حكومة البصرة خطة لتنشيط قطاع السياحة تشمل مئات المواقع الأثرية والتراثية. مشت العراقي وواجهة البحرية على الخليج، البصرة التي تنتشر بين جنباتها المواقع الأثرية والتراثية لا يحظى قطاع السياحة فيها باهتمام كاف، فكل العيون منصبة على ما تحت تربتها متجاهلة ما فوقها لاعتماد اقتصاد العراق على النفط بنسبة 90%. أرى بأن البصرة مدينة سياحية 100% ولكن للأسف مهملة، يعني فيها كل مقومات سياحة ابتداء من الجو، كما يقال البصرة مشت العراقيين، وهذا يساعد على استقطاب السواح. وتتشكل الخريطة السياحية في البصرة من 200 موقع أثري إلى جانب 180 موقعا تراثيا، ورغم إمكانية جعلها مركز جذب للسائحين فإنها لم تلقى أي اهتمام بهذا الجانب. نحتاج إلى دعم من الحكومة المحلية لتسهيل التنقل للسواح، إضافة إلى تسهيلات الفيزا داخل المطار،
إضافة إلى تأهيل وتجهيز المواقع التراثية والأثرية. تقول حكومة البصرة المحلية هنا إنها وضعت خطة لتنشيط قطاع السياحة، ويتزامن هذا التحرك مع استعداد المحافظة لاستضافة بطولة خليج 25 بكرة القدم. مع قرب استضافة خليج 25 راح يكون هناك ازدياد في النشاط في القطاع السياحي، وبالتأكيد هذا راح يستوجب من عندنا زيادة الإنفاق على هذا القطاع، اللي هو بالتأكيد راح يحقق مردودات اقتصادية مهمة للمحافظة، وأيضا راح يوفر كثير من فرص العمل. وشهدت البصرة مؤخرا زيارة بعض السائحين الأجانب بشكل فردي، بينهم صناع محتوى، ونشروا ما وثقته كاميراتهم من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سخاء العراقيين وعراقة حضارتهم. البصرة تحتاج إلى تنفيذ مشروعات سياحية في جوانب متعددة، لا سيما في ظل ما تملكه من مواقع أثرية وتاريخية، فضلا عن سواحل بحرية ونهرية مميزة. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة. للحديث عن السياحة في البصرة ينضم إلينا من هناك المختص في الآثار والسياحة الدكتور هشام عادل. أهلا ومرحبا بك دكتور هشام. في نشرة الثامنة، البصرة نافذة العراق على الخليج، مع أنها لا تبدو مثل أي مدينة جاذبة للسياح، ما الذي يمنع البصرة اليوم من أن تكون مدينة سياحة ومنتجعات؟ مساء الخير وتحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة قطاع السياحة يقسم إلى أقسام عدة. لدينا في البصرة السياحة الأثرية والسياحة الدينية والسياحة البحرية والسياحة الرياضية دخلت على الخط الآن. البصرة لا يعني تشمل فقط السياحة الأثرية، لدينا مزارات، لدينا مواقع دينية، وإن تم الاختلاف على نسبتها من جانب إلى جانب، أو من طائفة إلى أخرى، أو من ديانة إلى أخرى، لكن قطاع السياحة في البصرة، وأقصد هنا السياحة الأثرية والدينية على وجه الخصوص، تحتاج دعم حقيقي من الإدارات المحلية أو الإدارة المركزية في العاصمة بغداد. ما يعيق حركة السياحة حقيقة في البصرة ربما أنه بعض المواقع الأثرية تكمن في أماكن ريفية، وهذه الأماكن الريفية ربما هي قد تكون مواطن نزاع في بعض الأحيان، ما أقصد هنا النزاعات العشائرية. أما السياحة الدينية، السياحة الدينية مهمة جدا إلى جانب السياحة الأثرية. لدينا في البصرة مزارات لشخصيات دينية، لصحابة، لمراقد دينية. بعض الآراء قد تحجم أنه يعتنى بهذه القطة بهذا المزار ولا يعتنى بالمزار الآخر، لاختلاف في وجهات النظر. أنا أنظر إلى السياحة كونها سياحة يعني من موارد الدولة ومن موارد المحافظة المالية، وإن اختلف في وجهات النظر. لدينا كنائس، لدينا كنيسة الأرمن مثلا في 1780 بنيت في البصرة، لدينا مزارات وصحابة. دكتور هشام، بالتقرير الذي استعرضناه قبل قليل، مديرية آثار وتراث البصرة تتحدث عن وجود أكثر من 200 موقع أثري في البصرة، ربما كثير من العراقيين لم يسمعوا بها من قبل. ما أبرز المواقع الأثرية في البصرة؟ حدثنا عنها أكثر، وإلى أي عهود تعود، وأيضا هل هذه المواقع مؤمنة؟ نعم، بالنسبة للمواقع الأثرية في أقدميتها تعود، لدينا هناك مدينة الإسكندر المقدوني بنيت سنة 300 قبل الميلاد. هذه المدينة تقع في شمال البصرة، هي أكبر الإسكندريات الموجودة في العالم، تقع في مناطق الشافي ومناطق النشوة شمال البصرة. وإلى الجنوب منها لدينا أيضا مدينة الأبول الأبولوم القديمة في مناطق الزريجة أيضا. وحديثا في التقارير الحديثة وفي الخرائط الحديثة اليونانية خصوصا، لدينا مدينتان في مناطق مقصر وسفوان، هذه المدينتان تعود إلى فترة سميراميس حكم الملكة الآشورية. هذه بما يخص المدن القديمة.
أما البصرة بوجهها الإسلامي فأبرز ما لدينا هي خطوة الإمام علي عليه السلام أو جامع أو مسجد البصرة الكبير الذي بني 14 هجرية قبل الميلاد، والبصرة وجامعها أقدم مدينة أو أول مدينة بنيت في الإسلام هي البصرة. يعني هذه العبارة بحد ذاتها كافية لاستقطاب يعني السواح العرب والسواح المسلمين من كافة أنحاء العالم. إذا ما استثمر هذا الأمر حقيقة بالتزامن مع خليج البصرة القادم إن شاء الله ستكون هناك رؤية جديدة عن العراق. هل هذه المواقع مؤمنة بالوقت الحالي دكتور هشام؟ نعم، هي في يعني كثير منها مؤمنة، ودور الحكومة المحلية والإدارة المحلية المحافظة تعمل على تأمين هذه المواقع، وشرطة الآثار أيضا تعمل على تأمين هذه المواقع. نحن يمكن أن نستثمر الخليجي القادم بالبطولة الخليجي التي تقام في البصرة لكي نظهر للعالم بأن البصرة والعراق بصورة عامة في وضع آمن يمكن أن يستقطب المجموعات السياحية. ولدينا الآن جروبات في مجموعات سياحية تأتي إلى مناطق أور في الناصرية ثم تعرج على البصرة باعتبارها أقدم وأول مدينة مصرت في الإسلام. يمكن أن نستثمر هذا الأمر بشكل جيد، ويمكن أن نصدر ما لدينا من مواقع أثرية، ما لدينا من مراقد دينية، من مزارات، من صحابة، من كثير من الأمور أن نعرف بها للعالم. يعني هي البصرة لا تقتصر فقط على الآثار، البصرة آثار والبصرة دين والبصرة تاريخ والبصرة لغة والبصرة سياحة بحرية والبصرة أيضا. طيب واضح حتى الآن، لكن تجري بالوقت الحالي عمليات مسح جديدة للمواقع الأثرية ضمن البصرة، وهل من اكتشافات جديدة أيضا؟ نعم، هناك بعثتان تنقيبيتان تعود إلى مفتشية الآثار العراقية يعني بالتعاون مع مفتشية وآثار البصرة تعمل في مناطق الزبير، ومناطق الزبير الحالية هو الوجه البدوي أو الوجه القبلي للبصرة. يعني هناك مدينتان يتم أو موقعان عفوا يتم العمل والتنقيب بها، وهذه المواقع تحوي على آثار عباسية وآثار إسلامية. أما من الجانب الريفي، خلينا نسميه الجانب الريفي أو الجانب شمال البصرة، هناك بعثة من جامعة مانشستر تنقب في منطقة خيابر. طيب كيف تقيمون حملات التنقيب في البصرة بالتحديد وباختصار لو سمحت؟ حقيقة هي يعني لا تفي أو لا تتناسب مع حجم البصرة بالنسبة كمدينة تاريخية، ونحن نعذر الحكومة المركزية بهذا الأمر لأن العراق يحوي على 16,000 موقع أثري بحسب إحصائية المرحوم الدكتور عبد الأمير الحمداني وزير الآثار السابق. 16,000، التخصيصات المالية للتنقيبات الأثرية ليست بالمستوى المطلوب. وأضف إلى ذلك أنه الوعي حقيقة، الوعي بالآثار والوعي والاهتمام الحقيقي بالآثار وبالتاريخ على مستوى قليل بالنسبة للحكومات المتعاقبة. يعني إذا ما قرنت بالبلدان المجاورة، على أقرب مثال لدينا في مصر، يعني إذا ما قرنت السياحة الأثرية بالعراق وفي مصر ليس هناك مجال للمقارنة، بدليل أنه اهتمام الحكومات في هذه البلدان المجاورة ومصر بالتحديد يعني اهتمام يفوق بكثرة الاهتمام الحقيقي الموجود في العراق. نطمح ونأمل من الحكومات إن شاء الله المركزية أو المحلية زيادة الاهتمام، لأنه العراق هو بداية التاريخ، هو منطلق التاريخ، هو منطلق الحضارات، هو منطلق السياحة الحقيقية إن صح التعبير. نعم، شكرا جزيلا لك المختص في الآثار والسياحة دكتور هشام عادل، كنت معنا مباشرة ومن البصرة. نظمت نقابة الأطباء في النجف وقفة احتجاجية ضد قرار وزير التعليم العالي لاستحداث كليات أهلية للطب البشري، مؤكدين أنه يتعارض مع قرارات وزارة التخطيط وينعكس سلبا على الواقع الصحي في البلاد. اولا هنالك قرار من مجلس رئاسه الوزراء السابق هو الترغيب في استحداث كليات الطب، وذلك بناء على دراسه كانت كبيره بهذا الموضوع لانه يؤثر سلبا على المستوى الصحي وعلى المستوى التعليمي. اثنين، عدم وجود موافقة من قبل وزارة التخطيط. لا أعرف هل وزارة التعليم خاضعة لقرارات وزارة التخطيط أو غير مبالية لقرارات وزارة التخطيط. ثلاثة، عدم وجود عدد كافي من الأساتذة في هذه الكليات. هذا القرار.
تلقاه من يأثر على المجتمع الصحي بالعراق. يعني المريض يريد طبيب يكون مؤهل انه يعالجه بأسس علمية وبضوابط كان انه تعبان بيها واصل بجهوده. فيعني اذا احنا خلينا مجتمع الطب العراق مجتمع قائم على الاموال راح يأثر على همنا صحة المريض بالنهاية. كدس الأعداد بدون أي نوعية علمية حقيقة. إحنا حتى الحكومة الكليات الحكومية هي تقبل بما يفوق بالضعف أو أكثر من طاقتها الاستيعابية الأكاديمية المقررة في وزارة التعليم العالي. قال رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة محمد العاني إن 255 مشروعاً يتم تنفيذها في ديالى، مبيناً أن 207 منها أنجزت خلال الفترة الماضية. نفذ الصندوق للمحافظة بحدود 255 مشروع، تقريبا أنجز منها 207 مشروع والبقية في نسب إنجاز متقدمة. المبالغ اللي خصصت السنوات السابقة لمحافظة ديالى هي بحدود 191 مليار دينار. شغل مستمر مع الأخوان في المحافظة لتنسيق المشاريع القادمة الجديدة لقانون الدعم الطارئ اللي صدر مؤخرا. الآن احنا في طور إعداد المشاريع وإدراجها في وزارة التخطيط وسيتم المباشرة فيها قريبا. نحو مليون عراقي بلا أوراق ثبوتية. تفاصيل هذا الملف معك من جديد ناطق، تفضل. شكرا آية. كثيرة هي معاناة الأسر الناجحة، لكن أكثر ما يؤرقهم هو حرمانهم من المستمسكات الرسمية التي كفلها لهم الدستور. نحو مليون عراقي بلا أوراق ثبوتية، غالبيتهم من المدن المحررة، إذ ترفض الدوائر المعنية تزويدهم بشهادات الميلاد أو البطاقات الشخصية بدعوى قرابتهم من متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، ما يجعلهم في مواجهة خطر الاستبعاد من الخدمات العامة بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، ويخلق جيلا كاملا بلا هوية تعزز انتماء أبنائه. عن مليون عراقي بلا أوراق ثبوتية تقرير نتابعه الآن. مصعب ومحمد ودنيا ثلاثة أخوة لم تتجاوز أعمارهم العاشرة، يواجهون مصيرا مجهولا بسبب رفض الدوائر المعنية إصدار الأوراق الثبوتية لهم كما تقول جدتهم، ليتلاشى حلم التحاقهم بمقاعد الدراسة للعام الثاني على التوالي. هذول اثنين ما عندهم هواية ولا عندهم لا أب ولا أم، هذول ثلاثة بنتين وولد. هسا هذا البنية مستحقة مدرسة ما عندها هوية، ما طلع لها. يقولون الا تجيبون هو شو اسمه شاهد وفاة لأبوهم. نحو مليون عراقي بلا أوراق ثبوتية، غالبيتهم ممن نزحوا خلال سيطرة داعش الإرهابي على ثلث العراق، ترفض الدوائر المعنية تزويدهم بشهادات الميلاد أو البطاقات الشخصية، ما جعلهم في مواجهة خطر الاستبعاد من الخدمات العامة بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم. تفاقم مشكلة النازحين من دون وثائق ثبوتية دفع الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ قرار بإصدار المستمسكات الرسمية لفاقديها حتى وإن كانوا من أقارب المنتمين إلى داعش، عن طريق لجان ميدانية متنقلة تمثل وزارتي الهجرة والمهجرين والداخلية ومجلس القضاء الأعلى، بغية تسريع دمجهم بالمجتمع وإنهاء معاناتهم. فيما تمكنت وزارة الهجرة من استحصال أوراق ثبوتية خلال وقت قريب لنحو 700 نازح أغلبهم من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين. تم تشكيل لجان متنقلة دائرة كاملة داخل مخيمات تضم دائرة الجنسية والأحوال المدنية والبطاقة الوطنية، كل هذه يعني ورشة متنقلة في إصدار هذه الهويات. هناك بعض الأمور عوائق إدارية وغيرها لعدد قليل جدا. وينتظر سكان نينوى ومدن محررة أخرى إنهاء المخلفات الاجتماعية لحرب انتهت قبل أكثر من 5 سنوات، لكنها ما تزال تحاصر الآلاف وتمنعهم من الحصول على أوراق ثبوتية كفلها الدستور العراقي لكل مواطن. قاسم الزيدي، UTV، الموصل. مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نينوى ياسر ضياء أكد أن عددا كبيرا من الأطفال لا يملكون مستمسكات رسمية، خصوصا الذين نزحوا إلى المخيمات، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تحرم هؤلاء الأطفال من الالتحاق بالمدارس.
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة نينوى تتابع ملف حق الأطفال في الحصول على المستمسكات الرسمية، خاصة لشريحة العوائل التي كانت في المخيمات. الكثير من هذه العوائل تمتلك أطفال بعمر مراحل الدراسة الأولية أو المتوسطة، ويفتقدون إلى المستمسكات الرسمية نتيجة وجود مشاكل لدى أسرهم، الانتماء لبعض أعضاء هذه الأسر. بالتالي هذا يخلق عبء جديد على الطفل، يحرمه من حقه في التسجيل. وقد تحركت المفوضية العليا لحقوق الإنسان مع الجهات المعنية في رئاسة استئناف نينوى ومديرية الأحوال المدنية ومديرية التربية نينوى لإيجاد الحلول لهذه الشريحة من الأطفال. مراحل شاقة يمر بها المواطن في صلاح الدين للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة التي يتوقف على تأخر إصدارها تعطل كثير من المصالح المتعلقة بهذا المستمسك المهم. الطوابير الطويلة والتلكؤ السمة العامة لإجراءات إصدار البطاقة الوطنية. في صلاح الدين يتابع المواطن من شباك إلى آخر مراحل الحصول على البطاقة، إذ تمر أشهر على تقديم المعاملة، لكن تأخر طباعة البطاقات يؤجل استلامها ويعيق حياة المواطن المتوقفة في كثير من الأحيان على هذا المستمسك. يعني صار 4 أشهر مقدمين والبطاقة الموحدة تتأخر، يقولون يعني السبب مو بغداد مو من صلاح الدين، يعني واحد عنده سفر جوازات ما تطلع، عنده سفر عنده علاج، يعني هذا التأخير كله يقولون من بغداد. احنا أكثر من 500,000 بطاقة وطنية أصدرتها مديرية الأحوال المدنية في صلاح الدين إلى الآن، لكن أضعاف الرقم ما يزال قيد الطباعة في بغداد، فيما تؤكد المديرية أن العاصمة لم تقم بالطبع منذ نيسان الماضي. طباعة البطاقة الوطنية هي مركزية في مطار بغداد الدولي. احنا حاليا طابعين بطاقات لحد تاريخ 4/4/2022، وفي طور انه طباعة بقية البطاقات المتأخرة ابتداء من هذا الاسبوع. بامكان المواطن بعد توليد الرقم الوطني مباشرة بعد بصمة البطاقة، اخذ البصمة العشرية وقزحية العين وتوليد الرقم الوطني، كان أن يحصل على صورة قيد إلكترونية التي تعتبر مستمسك رسمي نافذ، بإمكانه من خلالها الحصول على جواز سفر، وبإمكانه مراجعة كافة الدوائر في الدولة. وأمام الأزمة أعلنت وزارة الداخلية عن وصول 1,000,000 بطاقة وطنية خلال الأسبوع الحالي لتوزيعها على المواطنين، فيما ألغت الحجز الإلكتروني ليخفف العبء على الناس من الروتين المتبع في دوائر الدولة. من صلاح الدين، محمد قادر، UTV. قبل نحو 1258 عاما تأسست لتكون عاصمة الدنيا وحاضرة العرب. بغداد في يومها السنوي شهدت احتفالا مركزيا ضم عددا من الفقرات التراثية والفنية، وسط تمنيات بعودتها إلى سابق عهدها، واحدة من أجمل صور الإبداع والتقدم العمراني. احتفال مركزي كبير أقامته أمانة بغداد بمناسبة 15 من تشرين الثاني، يوم بغداد. القائمون على الحفل أكدوا أهمية الاحتفاء بيوم العاصمة مهما صعبت الظروف، سواء من الناحية الخدمية أو من ناحية عدم رضا أهالي بغداد عن أداء أمانتها. اعتادت أمانة بغداد أن تحتفل اليوم 15 والأيام الأخرى بيوم بغداد، لأن هذا اليوم مهما كانت الظروف البنى التحتية صعبة، مهما كانوا البغداديين غير راضين على أمانة بغداد، مهما كانت المشاكل، من نترك الاحتفالية المركزية والسنوية، لأن هي هوية بغداد، يعني حضارة، يعني ثقافة، يعني فن، يعني تراث.
عرض للسيارات الكلاسيكية من موديلات أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي كان من ضمن فعاليات الحفل، معرض تفاعل معه الحاضرون وهم يشاهدون عن قرب سيارات جابت شوارع العاصمة قبل عشرات السنين ومعظمها ما زالت جديدة لم تشوه جمالها ظروف الزمن. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كروب كلاسيك العراق وهاي سياراتنا من أبا عن جد، هذا تراثنا وتراث العراق، وهاي أول من استورد السيارات الشوفر الأمريكية هو العراق. تكريم لعدد من الفنانين والمثقفين والمؤرخين كان إحدى فقرات الحفل الذي تضمن أيضا أوبريتا غنائيا عن بغداد غناه عدد من المطربين العراقيين المعروفين. واختتم الحفل بعرض أزياء تراثي ضم عدة لوحات لأزياء منوعة ارتبطت بفترات ومراحل زمنية مختلفة لبغداد كان بتوقيع المصممة وفاء الشذر، عرض تفاعل معه الحاضرون وأعجبوا بالأزياء المعروضة. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. ومن الاحتفال ببغداد إلى مهرجان النجمة الذهبية بنسخته الرابعة الذي شهد تكريما للأعمال التلفزيونية والفنية العراقية الأبرز خلال هذا العام، يو تي في كان لها حصة من التكريم والإشادة من نجوم الفن العراقي بما تقدمه من أعمال. هو الموسم الرابع على التوالي لمهرجان جائزة النجمة الذهبية المخصص لتكريم مبدعي العراق من مختلف الفئات عما قدموه خلال عام 2022. اختيار الأفضل في المهرجان جاء وفق معايير أعدها مجموعة صحفيين، يو تي في كانت حاضرة في اختيارهم من خلال برنامج بالتفصيل مع ناطق صلاح الدين كأفضل برنامج اجتماعي، ومسلسل الكادود لما حققه من نجاح لافت. أنا شاهدتي باليو تي في مجروحة، كل تجاربي اللي كانت باليو تي في هي ناجحة والحمد لله توفقت، بدءا من فيروس وبعدها ضربة زاوية وبعدها الكادود. نأمل على أنه نشتغل في شيء يليق بينا وبالدراما العراقية وباليو تي في بالسنوات القادمة. شكرا لليو تي في بكل كوادرها، أنا دائما أقولها لأنه دائما سباقة واحتضنت هواي وجوه شبابية جديدة. والله يو تي في قناة محترمة وقناة راقية، وخاصة في مجال الدراما اللي شرف أن عملت معها في مسلسل حلم وخيال بطولة الأخ محمود أبو العباس، طه علوان، حسام الرسام، ملايين، وأنا ومجموعة أخرى من الفنانين. المهرجان في دورته الحالية سمي باسم الفنانة القديرة زهرة الربيعي تثمينا لما قدمته خلال الأعوام السابقة. جل الحاضرين أكدوا أن هذه المهرجانات تسهم بشكل كبير في دعم الفنان والصحفي العراقي للنهوض بواقع الشاشة العراقية. هاي صار 4 سنوات، اليوم الدورة الرابعة اللي كلها ناجحة قبلها وهسا اعتبرها، وانتم تقولون كلكم هسا حكوا عنها هواية. شوف كلها أسماء مهمة، أسماء زملاء مميزين، يعني مثلا أنا قطعا والله لو أرى من لا يستحق لن يشرفني أن أكون موجود. بصراحة يعني إحنا حاجة إلى هكذا التجمعات، يعني بصراحة أنا من الناس، يعني جيت من الموصل التقيت بأخواني الفنانين اللي من زمان أنا ما شايفهم، يعني فكان في حالة ممكن أنه ديم التواصل بيناتنا إحنا كفنانين. الحفل تخللته فقرات تراثية للفن العراقي الأصيل وسط ترحيب الأوساط الثقافية بالمهرجان ومساهمته في دعم الحركة الفنية والثقافية في العراق. من بغداد، حمزة الأسدي، يو تي في. وبهذا الاحتفال بإبداع يو تي في ننهي النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.